معنى هذا انه هذا كانه هو البلوك دايجرام، هذا الدايود عباره عن هذا الجزء هون كانه هو ريكتيفاير مش هيك، باور الكترونيك كونفرتر هيو كانه موجود هون، كاني دخلت له اي سي طلع معي هذا الجزء، بس انا هذا الجزء بدي منه الدي سي، بس هذا شكله مش دي سي مرتب، فالمفروض انا ارسمه بالطريقه هاي. هاي الريكتيفاير، هاي الفولتج سورس. هلا المفروض انا لازم اكمل، انا لو هذا بنيته بشكل صحيح 100% بيطلع معي. هل هذا دي سي؟ بس ايمتى صار بيور دي سي؟ بعد الفلتر، لما مررته من الفلتر. الفلتر شو عمل؟ قسمه لجزئين، جزء دي سي مرر لي اياه، جزء الاي سي منع انه يمر لانه هو لو باس فلتر. اوكي، هذا الشكل هون بيوصف لي اللو باس فلتر، انه بمرر اللو فريكونسيز وبمنع الهاي فريكونسيز انها تمر. هيك لو باس فلتر بمرر اللو فريكونسي. قديش الفريكونسي تبعت الدي سي؟ صفر، زيرو. اوكي، لكن هذا في له فريكونسي 50 هرتز الاي سي اللي موجود هون، فانا حاولت افصل الاي سي عن الدي سي، فالفلتر هذا اللو باس فلتر مرر الدي سي وبلوكس اي سي، يعني باسز ما بغير الفريكونسي، هو بصير يميز ما بين السيجنالز المختلفة على اساس الفريكونسي تبعتها، نوع من التمييز. التمييز بمنع فريكونسي انها تمر وبسمح لفريكونسي انها تمر. السيجنال اصلا انا لازم افكر فيها انها مكونة من تو سيجنالز مجموعين على بعض. سيجنال لها فريكونسي 0 هرتز وسيجنال لها فريكونسي 50 هرتز. هاي عبارة عن تو سيجنالز مجموعين مع بعض، واحدة اي سي وواحدة دي سي. انا هدفي من الريكتيفاير احصل على دي سي، فلو انا بستطيع احط فلتر هون، الفلتر بس يمرر لي الدي سي، بقدر استفيد من هذا الدي سي وبمنع الاي سي انه يمر. هو بيميز زي ما المنخل بيميز. المنخل بيميز على اي اساس؟ لو انا حطيت مثلا رمل وتراب حطيتهم بمنخل، صرت مش في اشياء بتنزل وفي اشياء بتضل، شو الكرايتيريا، شو المعيار اللي على اساسه ميز خلى في اشياء بارتكلز تمر واشياء تضل؟ قطر الحبه مش هيك؟ إذا عندي رمل يمكن الرمل يمر مثلا، إذا عندي حجار الحجار بتضل. في كرايتيريا، في معيار، شو المعيار اللي اعتمده هو حتى مررهم وما مررهم؟ قطر البارتيكل. إيش المعيار اللي هذا الفلتر مرر وما مرر؟ الفريكونسي. ففتش على أي فريكونسي، الفريكونسي اللي أقل مثلا اللي أقل من 1 هرتز اللي حوالي 0 هرتز مرت بسهولة وبينت هون معي. الفريكونسي اللي 50 هرتز وأكثر ما استطاعت إنها تمر من هذا الفلتر. هذه هي وظيفه هذا الفلتر، انه يميز على اساس الفريكونسي. في سيجريجيشن، في يعني عم بنميز السيجريجيشن او الديسكريميشن، عمالي بميز ضد الفريكونسي ومع الفريكونسي. كان ممكن هذا الفريكونسي يكون هاي باس فلتر يمرر ال 50 هرتز ويمنع الدي سي، بس هذا ما بينفع لي هون في الحاله. تمام، هاي هي وظيفه الفلتر. تمام، واضح جواب على سؤالك؟ اوكي، في اسئله اخرى؟